الحفل الكريم، مرحبا بكم جميعا في هذا المنتدى السابع تحت عنوان العالم العربي في مرحلة انتقالية، الفرص والتحديات. يسعدني أن أرحب بكم في هذا الصباح الذي تنطلق فيه أعمال منتدى الجزيرة السابع تحت عنوان العالم العربي في المرحلة الانتقالية، الفرص والتحديات. تحديات كثيرة في الوطن العربي، تحديات كثيرة بعد الربيع العربي، تحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. الحمد لله أن من الله علينا بالثورة المصرية ثم لأرواح الشهداء والمصابين. I'm really privileged to share my views with this audience, and I thank the General Director Sheikh Hamad for inviting me here. في نهاية أعمال منتدى الجزيرة السابع أكرر شكري لكم جميعا، وأنا متأكد أن جلساتكم ونقاشاتكم البناءة نجحت في مقصدها.